سافا ماتش زوين، كانوا دي فوت في الشوط الاول صراحه فريمون خلعونا، مي ابخي كان ماتش زوين وان شاء الله يكون خير في الماتش الاخر بزاف. والله انا من لوفا وانا هنايا فريمون شي حاجه راه بزاف، والله المغاربه بارتو قطر فين ما مشيتي كتلقى الناس، فين ما مشيتي كتلقى فريمون اكسبيريونس زوينه، كلشي بيان اورغانيزي. نعطيك اكزومبل واحد، البارح فاش خرجنا من الستاد 59,000 واحد خارجه، كلشي خاصو يركب في البوس باش يهبط للدوحه، وما كان حتى شي بروبليم، ما كان حتى شي حاجه، راه ما يمكنش. والله قبل ما يبدا الماتش كانوا الوالد ديال امير قطر والزوجه ديالو الشيخه موزه كانوا دخلوا للستاد، كانوا جالسين مورايا، الوغ درت عندهم بقيت كنمدلو الرايه كنقولوا ديما مغرب فيفا موروكو، وابخي عيط على الكارت كود ديالو ولا شي واحد باش يجي ياخذ عندي ديك الدرابو وتصور معاه، وصراحة شرف ليا كبير باش يبقى عندي هاد الدرابو اللي هزو والد امير ديال قطر. عندي واحد الفيديو كندير واحد الغوته، راه كنشوفها لدابا كنقول ما يمكنش نديرها، والله العظيم تقدروا ديروه من مورا شي، راه شرف ليا والله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.